عندي شيكو بنت المهنة، بحب مهنتي خالص، أنا بعشق مهنتي بحبها، لما بحبهاش مش هشتغل فيها، في شغل كتير، أنا بحب مهنتي بحبها، مهنة أبويا بحبها. من خمس يعني انا عندي خمس سنين. انت مولوده بالمهنه دي؟ ايوه انا بمارسها اصلا عشان مهنه ابويا، عشان احييها. ما انا يعني بغير على مهنه ابويا، هو اللي يعتبر مخترع الزبابية المحشيه دي. كان عندي خمس سنين كده، كان بيجيب لي كرسي اقف عليه اشتغل جنبه، هي مهنه ابويا وانا بغير عليها، فعشان كده انا شغاله فيها. ما يهونش عليا اشتغل حاجه ثانيه، يعني انا بحبها عشان هي مهنته، وتعب معانا فيها، وانا لما اشتغلت عرفت هو قد ايه تعب فيها. كنت واقفه معايا، احنا خمس بنات، كنت واقفه معايا احنا خمس بنات واقفين معايا، بس انا اصغر واحده كنت جنبه على طول، فكان بيوقفني معاه على طول، حتى بعد ما اتجوزت كان يقول لي اقفي جنبي، انا بس عايزك تقفي معايا، بس مش عايزك تعملي حاجه، كان بيحبني اقف معايا. زلابية محشية وقطايف وزلابية عادية وبلح الشام وصابع زينب، حاجات حلوة. يلا مش عارفة، أنا أعرف قصة الزلابية، هو كان شغال في العراق وتركيا، جاي عمل زلابية عادية وصابع زينب وكده، وبعد كده طور فيها، حط فيها سوداني وجوز هند وسمسم، وطور فيها طلعها بالشكل الجميل ده، إحنا بقى اتعلمناها منه، لأن من وأنا صغيرة. من أول ما نزلت مع لا كانوا الناس مبسوطين قوي، كان بيحبوا ياكلوها من ايديا، عشان كده كان ماسك فيا وعايزني اقف معايا. كنت بقطع الزلابية، كنت بحطها في الزيت، وكان عندي جراءة ان انا اقف قدام الزيت واقطع الزلابية. لا كان مبسوط مني، كان فرحان. بيقول لي انت راجلي، والله كان بيقول انت راجلي، عشان انا بوقف، كان بيصعب عليا، مهنه صعبه شديده، مهنه بجد، مهنه اللي يدخل فيها يعرف انها صعبه قوي، توجع الجسم وصعبه واعصابه كل حاجه. فهو بعد ما توفى حسينا بيه ان هو ربنا المهنه دي شديده عليه، كان المفروض احنا نبقى معاه، واحنا كنا معاه. بنصحى على الظهر كده، بنقفل على الفجر عشان هو شيء فينا فيها، هي متعبة عايزة صحة. عاملة زلابية بالصوصات ونوتيلا وكده. ايوه هما البلد بالبيس واخدة علينا، واخدة على بنات شيك، واخدة ان احنا بننزل نشتغل، مش مستغربين، يعني هما مش مستغربين من مهنتنا. لا الحمد لله، الحمد لله ما فيش الكلام ده، الحمد لله ما فيش الكلام ده، فيش حد، لا ما فيش حد بيعمل حاجة، لا ما فيش. وانا كنت اول واحدة في اخواتي اطلع لوحدي اشتغل لوحدي، كانوا هما كانوا مع مامتي وكده، فهم كانوا كتير، وانا لما طلعت لوحدي كده اشتغلت فيها، يعني انا حابه المهنه قوي والله، حباها بقلبي، مش حباها مثلا عشان تجيب لي فلوس،
خالص. انا ساعات على فكره بخسر فيها يعني النوتيلا دي والحاجات دي، ساعات انا بخسر فيها والمكسرات ساعات بخسر فيها، بس انا حباها قوي. كنت بشوف ابويا ما كانش بيرضى يزود في الاسعار، كان يتخانق معايا لا مش هزود في الاسعار، آه لا هكتر فيها المكونات بتاعتها هزود. فانا بعمل زيه وهو في دماغي على طول 24 ساعه، يعني اول ما بحط ايدي في العجينه هو في دماغي عشان حاجه معموله بمرضي الله، عشان افكر نسب ابويا الله يرحمه، هو يستاهل وتعب معانا في المهنه دي قوي، هو يستاهل. الزلابية اللي بالنوتيلا والصوصات والمكسرات، كل الشغل اللي عندي ما شاء الله جميل. مواقف كتير، مواقف كتير. انا في بنات ما شاء الله زي كده بيخشوا يبصوني ويحضنوني وانا واقفه كتير، يعني في اليوم اتنين تلات اربع مرات يخشوا يبصوني ويحضنوني، انا بفرح قوي وببقى نايمه كده مبسوطه وفرحانه، بروح احس ان انا بتعب مش على الفاضي. لا الشغل مش عيب، الشغل مش عيب، لازم ينزلوا ويشتغلوا، الشغل مش عيب. انا مش حاسه ان انا واحده مع رجاله او اي حاجه، ما فيش فرق خالص خالص، حتى واقفه ما حدش بيضايقني ولا حد بيعمل اي حاجه خالص. لا هما بياخدوا حاجه نظيفه بيشتروا حاجه نظيفه، ما بشوفش منهم اذى ولا بشوف منهم اي حاجه، بشوف ان هما بيحترموني وانا بحترمهم برضه. جوزي بيساعدني بنزل معاه كل يوم. بحضر مثلا بنزل من الساعه 2 الظهر بقلي في البضاعه واحضر الشغل، وبعيد تاني وبعد الفطار ببتدي من اول وجديد اعمل شغل جديد واعجن واشتغل واقلي، وتاني يوم نفس الكلام. الحلويات والموسم ما شاء الله طول السنه معايا ما شاء الله زي رمضان، ما فيش تاثير خالص طول السنه ما شاء الله. طول السنه كان عندي زحمه وما شاء الله طول السنه شغاله. انا بنت شيكو بنت المهنه، بحب مهنتي خالص قوي، سلت قوي، انا بعشق مهنتي بحبها، لما بحبهاش مش هشتغل فيها، في شغل كتير. انا بحب مهنتي، بحبها مهنه ابويا، بحبها.